عن اغلبه يعني. هو الليكتشر الدكتور اتكلم معاكوا فيها في كام حاجة هقول لحضرتك حالا. الدكتور اتكلم معاكوا على بيرسون وسبيرمان. بيرسون اللي هو سماه معامل الارتباط الكوفيشنت اوف كوريليشن، هو ده نفسه بيرسون اللي احنا كنا واخدينه زمان مع بعض، وبعد كده خدته سبيرمان، وبعدين خدته معامل الاقتران ومعامل التوافق. فيعني نص الدرس تقريبا احنا واخدينه قبل كده، فهنبص عليه كده بصة سريعة. الأول هو إيه العنوان؟ العنوان إن احنا بنتكلم عن الارتباط، يعني عايزة أشوف في علاقة ما بين متغيرين ولا لأ. طيب في كذا كذا معامل للارتباط ممكن إن احنا نستخدمهم. بيفرق معايا يعني إيه اللي بيخليني أحدد أنا عايز أستخدم أنهي معامل؟ أول حاجة بيفرق معايا نوع المتغير. مش احنا متفقين ان في متغيرات كمية وفي متغيرات اسمية صح؟ هاي شباب ايه اه انواع المتغيرات؟ في متغيرات كمية ارقام، وفي متغيرات اسمية يعني مش ارقام، اسم يعني زي المهنة مثلا، زي المستوى التعليمي، دي متغيرات اسمية. طيب في دي تقسيمة. في تقسيمة تانية ان ممكن المتغير بتاعي يكون متغير رقمي تماما، يعني احنا بنسميه في ثانية واحدة معلش. تاني معلش، دي تقسيمة على حسب هي اسمية او كمية. في كمان تقسيمة تانية اللي هي بنسميها ريشيو أو انترفال داتا، اللي هي الداتا الرقمية اللي الأرقام فيها ليها معنى، زي الوزن وزي الطول، دي أرقام ليها معنى. أو داتا أوردينال، أوردينال يعني رتبية، رتبية يعني ينفع إن أنا أرتبها بس مش أرقام، أو مش شرط إن هي تكون أرقام. زي إيه الداتا الأوردينال دي؟ زي المستوى التعليمي، مستوى التعليمي عالي او متوسط او ابتدائي مثلا، دي حاجة ينفع ان انا ارتبها صح؟ الترتيب فيها ليه معنى صح يا شباب ولا ايه؟ صح يا دكتور. تمام. وفي حاجة بقى نومينال اللي هي اسمية تماما، ما اقدرش اعمل فيها ايه يعني، ما فيش حاجة احسن من التانية. يعني انثى وذكر، النوع انثى وذكر، في حاجة بتقول ان الانثى افضل من الذكر في حاجة اطلاقا؟ فما فيش ترتيب، يعني هي مجرد متغير اسمي مش رقم، والترتيب فيه ملوش معنى. يبقى انا عندي 3 حاجات: الريشيو اللي هي الترتيب فيها ليه، مش الترتيب انا اسفه، ده داتا رقميه تماما زي الوزن وزي الطول وزي الحاجات دي، او اوردينال او رتبيه اللي هي الترتيب فيها ليه معنى، او نومينال اسميه الترتيب ملوش اي معنى. على حسب انواع المتغيرات بقدر احدد انا هستخدم انهي معامل ارتباط. فتعالوا نشوف كده، نرجع تاني لمعاملات الارتباط الموجودة ونشوف كل واحد بنستخدمه امتى. أول حاجة هو في السلايد اللي في الأول بيعرف لكم أصلا إيه الارتباط، إن أنا عايزة أشوف في علاقة ما بين متغيرين ولا لأ. يعني هل مثلا كل ما السن زاد الوزن زاد ولا لأ؟ هل في علاقة ما بين عدد ساعات نومي ودرجتي في الامتحان ولا لأ؟ هل في علاقة ما بين الدخل والإنفاق؟ هل كل ما دخلي بيزيد إنفاقي بيزيد ولا لأ؟ يبقى أنا عايزة أشوف علاقة ما بين متغيرين. بعرف من خلال مقاييس الارتباط دي بعرف أحدد هو الارتباط طردي ولا عكسي. يعني إيه طردي ويعني إيه عكسي؟ عكسي يعني عكس بعض، كل مثلا عدد ساعات اللعب زادت كل ما درجتي في الامتحان قلت مثلا. كل ما إيه مثلا عكسي؟ حد يقول لنا كده مثال علاقة عكسية، كل ما حاجة زادت الدنيا التانية هتكون قلت. مثلا كل ما السن بيزيد كل ما القدرة على التركيز بتقل. أنا مش بتكلم على السن الصغير، يعني من بعد مثلا 50 أو من بعد 60، كل ما السن ما بيزيد كل ما القدرة على التركيز ممكن تكون بتقل، أو كل ما السن بيزيد كل ما الصحة بتقل بتتدهور. دي علاقة عكسية. لكن في علاقة الدولار بيعلى والجنيه بينزل. الدولار بيعلى والجنيه بينزل. طيب في علاقة بقى ممكن تكون طردية، يعني علاقة الاتنين مع بعض، كل ما عدد ساعات المذاكرة بتاعتي هتزيد كل ما درجتي في الامتحان هتزيد. فأنا بقدر أحدد اتجاه العلاقة بالمقاييس دي، وبقدر أحدد شكلها، وبقدر أحدد هي قوية ولا ضعيفة ولا إيه. أول حاجة طريقة أقدر أحدد بيها في علاقة ولا لأ هي اسمها شكل الانتشار.
اللي هو السكاتر بلوت دوت من الرسمة كده. لو تخيلت ان مثلا ده الدخل وده الانفاق، بص هنا الدخل قليل والانفاق قليل، لكن بص هنا الدخل اللي هو الاكس كتيرة كبيرة والانفاق برضو كبير، يبقى ده كده ارتباط طردي، يعني كل ما ده بيزيد ده بيزيد برضو، ارتباط طردي طالع لفوق كده. طيب حاجة زي كده، ده ارتباط طردي تام، ده ماشي بالمسطرة خط واحد بس كده، ده ارتباط طردي تام، لكن ده ارتباط طردي قوي يعني قريب من انه يكون خط، ده يعني ارتباط طردي بس متشتت شوية. لكن لو نازلين بقى لتحت، لو الخط نزل لتحت هيبقى ارتباط ايه؟ هي يا شباب السلايد دي يعني من الحاجات المهمة، لو ارتباط عكسي يا دكتور. عكسي نازلة لتحت، شوف هنا الاكس اللي هو الدخل قليل قوي بس الانفاق هنا كبير قوي. طب لما الدخل زاد بقى كبير، الاكس بقت كبيرة، الواي هتلاقيها قليلة، فده ارتباط عكس. لو خط كده داخل على خط مستقيم يبقى ارتباط عكسي تاني، قريب من خط مستقيم يبقى قوي، لكن مشتت كده شوية يبقى ارتباط عكسي متوسط. طب لو ملوش شكل اصلا، هو الدكتور مش حاطط السلايد دي بس يعني لو النقط متنطورة مش واخدة شكل، لا خط طالع ولا خط نازل، يبقى لا يوجد علاقة زي كده مثلا. طب ايه رأيكم ده ايه؟ ده طردي ولا عكسي؟ ده طالع ده لفوق، عكسي، ده طردي 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 ده طردي. طردي طالع لفوق، ده عكسي نازل لتحت. انا عايزة اوريكم حاجة ما يكونش لا عكسي ولا طردي، ده مثلا ده تقدر تقول ان هو عكسي او طردي؟ ده عشوائي لا ده يا دكتور. ده ده بالظبط، ده يكاد يكون لا يوجد علاقة، مش قادرة احدد هي ايه. ده طردي واضحة قوي، ده طردي واضحة قوي، ده عكسي بس ضعيف متشتتة، مش عاملة خط مستقيم قوي يعني، ده لا يوجد علاقة، اه مفيش علاقة، مش قادرة احدد هي ايه. دي حاجة تانية مش هندرسها اصلا دلوقتي، اللي هي زي كانت طردي في مرحلة معينة وعكسي في مرحلة تانية، زي العلاقة ما بين السن والتركيز، في البداية كل ما بتكبر كل ما تركيزك هيزيد، لغاية مرحلة معينة بعد كده كل ما هتكبر كل ما تركيزك هيقل، يعني دي مش معانا، المهم ان احنا معانا الاشكال التانية دي. فنرجع تاني لده. طيب نقوم نخش بقى في المهم شوية، ايه معاملات الارتباط اللي احنا هندرسها؟ اول حاجة correlation of coefficient اللي احنا كنا زمان بنسميها بيرسون، عارفين ان اي علاقة اي coefficient بتراوح ما بين النيجاتيف 1 وال1، اي ارتباط هيكون ما بين النيجاتيف 1 وال1، ما ينفعش يبقى غير كده يعني، ما ينفعش يبقى نيجاتيف 2 مثلا وهكذا. لو كانت الإشارة بتاعتي بالسالب يبقى معناها إن هو علاقة عكسية، لو كانت بالموجب يبقى علاقة طردية، لو كان الارتباط اللي احنا هنحسبه ده صفر معناها إن مفيش علاقة ما بين الاتنين أصلا. هنفوت دي دلوقتي وتعالى نشوف هنعملها إزاي معامل الارتباط دوت. أول حاجة هو بيبقى مديني إكس وواي، هحتاج أجيب 3 كولومز، إكس سكوير وواي سكوير وإكس في واي، يبقى أنا هحتاج عشان أجيب الكوفيشنت أوف كوريليشن ده محتاجة 3 عواميد، اكس سكوير واي سكوير واكس في واي. هحسب كل واحدة، اكس سكوير ب 25، واي سكوير يعني 13 سكوير، اكس في واي يعني 5 في 13. في مشكلة في ان احنا نعمل الجدول؟ هاي يا شباب تمام يا دكتور، مفيهوش اي ماشي تمام مشكلة يا دكتور. خالص، يبقى انا عملت 3 خطوات، جبت اكس سكوير واي سكوير اكس في واي. الخطوة الرابعة بتاعتهم ان انا بعوض في القانون ده، القانون ده احنا شفناه مع بعض قبل كده، هي ايه ان دي؟ ايه ان عدد اكس بالظبط؟ عدد النقط. عدد العينه بتاعتي او عدد النقط بتاعتي، هما كام صف ادي او كام اكس ادي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وتقريبا في وحديه كمان ولا تمام 9 بس، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى المفروض دي 9 مش 8. ما سميت تمانية. ماشي صح ولا ايه؟ ادي 3 صح و3 صح6 صح و3 6 تمام. summation x في y اللي هي مجموع x في y، الرقم ده summation x يعني مجموع x، summation y يعني مجموع y، على root n تاني عددهم، summation x square اللي هي مجموع x square. خد بال بقى حضرتك الفرق ما بين دي ودي، ايه الفرق اللي ما بينهم؟
دي مجموعة اكس تربيع، دي summation اكس سكوير، لكن دي مجموعة اكس الكل تربيع. يعني مجموعة اكس ده 39 واربعها. يبقى تاني اخد بالي في القانون نفس الكلام هنا، ده summation واي سكوير يعني الجمع بتاع واي سكوير ده، لكن ماينس summation واي الكل تربيع، يبقى هاخد انهي رقم summation واي اللي هو انهي ده 85 واربعه. يبقى ده غير ده. حد يا جماعة مش لاقط دي؟ لا تمام. تمام. ايه المشكلة كلها في القانون؟ بس انت يعني واحدة واحدة تلاقي نفسك اتعودت عليه، ومفترض ان هو يعني شفته انت قبل كده. يبقى انا عشان اجيب ال coefficient of correlation او person بحتاج اولا اجيب x square، بعدين اجيب y square، يعني الارقام دي اربعها والارقام دي اربعها، واضربهم في بعض x في y، واعوض في الفورم دي. طيب الرقم طلع بالنيجاتيف، يبقى ده ارتباط طردي ولا عكسي؟ عكسي. عكسي. طيب ينفع يطلع 2 مثلا؟ لا، ابقى انا غلطانة. هو لازم رقم اللي هيطلع ما بين النيجاتيف 1 والواحد. طب انا علقت على اتجاهه ان هو عكسي ولا طردي، كمان المفروض اعلق على القوة بتاعته، هو قوي ولا ضعيف. ففي هو قوي. تقسيم، هو قوي صحيح، في تقسيمة كده مختلفة على فكرة عن التقسيمة اللي كنا بنشتغل فيها مع دكتور عصمت شوية. لو صفر يبقى مفيش ارتباط أصلا، ما بين صفر وما بين نص بقول عليه ارتباط ضعيف، ما بين نص وما بين ال 0.8 بقول عليه ارتباط متوسط، أكتر من 0.8 بقول عليه قوي، لغاية ال 1 طبعا الواحد بقول عليه ارتباط طردي تام، النيجاتيف 1 بقول عليه ارتباط عكسي تام. يبقى القوة أو الضعف نفس الكلام سواء بوستيف أو نيجاتيف، بوستيف ونيجاتيف ده بيحدد لي الاتجاه طردي ولا عكسي. يبقى تاني أنا بعلق على كام حاجة؟ على حاجتين، هو طردي ولا عكسي، وكمان بعلق على قوي ولا ضعيف ولا متوسط. من صفر لنص ضعيف، من نص ل 0.8 متوسط، من 0.8 أو أكبر من 0.8 تبقى قوي، لحد الواحد يبقى ارتباط تاني. طب تعالى نشوف الرقم اللي طلع لنا، طلع لي الأول نيجاتيف وقلنا إن هو ارتباط عكسي، 0.8 يبقى قوي ولا ضعيف ولا متوسط؟ أكتر من 0.8 قلنا يبقى إيه؟ يبقى قوي يا دكتور، يبقى قوي. قوي. تمام. طيب تعالى قبل ما نسيبه نشوف مثال كده تاني، ونفس السلايدز اللي كنا شغالين فيها السنة اللي فاتت أعتقد، لا مش نفسها بالظبط بس يعني شبهها. كنا بناخد معامل بيرسون ومعامل سبيرمان، بيرسون ده اللي احنا بنسميه دلوقتي coefficient of correlation، هو هو. بتشوفوا كنا مقسمينها تقسيمة أكبر شوية، دكتور هيثم مسهل التقسيمة شوية. المهم إنه تعالوا نشوف المثال ده. أنا محتاجة، إحنا محتاجة أكبر، محتاجة أجيب إيه عشان أعرف حل المسألة؟ محتاجة أجيب ال x square. إيه ده؟ الاكس سكوير والواي سكوير والاكس واي. من x في y وعوض في القانون بتاعي. طب هو القانون ده مختلف عن القانون التاني؟ لا في الاخر هو هو. المهم خليك طبعا في الفورم بتاع الدكتور هايز. الفورم ايه؟ ال n، ال n هنا كام عددهم؟ هما هنا عددهم تقريبا 10، يبقى 10 في summation x في y اللي هو الرقم ده minus summation x اللي هو 23 في summation y اللي هو ال 12، مقسوم على ال n تاني روت ال n اللي هو العشرة في summation x square اللي هو الرقم ده minus summation ال x لكل تربيع اللي هو 23 تربيع، وهكذا بقى. يعني انا بعوض، المهم ان انا جبت الجدول وعوض في الفورم بتاع الدكتور هيثم دي. هاي شباب ايه رأيكم؟ في مشكلة في الـ coefficient of correlation؟ تمام. تمام نعدي نشوف الحاجة التانية. طيب الأول احنا امتى بقى هنستخدم ده؟ يعني تفتكروا امتى أقدر استخدم ده؟ لازم يبقى الإكس والواي هنا ايه؟ ينفع يكونوا أسماء ولا لازم يكونوا أرقام؟ لازم أرقام. لازم أرقام. يبقى هنا لازم المتغير بتاعي يكون متغير رقمي، ما ينفعش يكون اسمي ولا رتبي. لكن أسماء هي اللي بسبرمان. بالظبط، لو أسماء يبقى سبيرمان على طول، مش أسماء أنا آسفة، ده لو رتبي يبقى سبيرمان. هو في الحقيقة سبيرمان بينفع مع الأرقام وبينفع مع الرتبي، اسمية دي يعني ما ينفعش أرتبها، لكن سبيرمان قائم على إني برتبهم.
فينفع قوي مع تمام. التغير الرتبي لو في واحد من المتغيرين الاثنين. هو الاول في صوت دوشه ظاهره عندكم ولا تمام؟ تمام. مفيش اي اصوات كده ظاهره معاكم؟ لا اوكي طيب. يبقى ثاني كنا بنقول ايه؟ بنقول انه سبيرمان لازم المتغيرات بتاعتي او الافضل المتغيرات بتاعتي يبقى واحد فيهم على الاقل رتبي، بس لو الاثنين ارقام ينفع برضه، بس الافضل يعني لو المتغيرين ارقام يبقى الافضل مين، بيرسون ولا سبيرمان؟ بيرسون. بيرسون. سبيرمان افضل لو فيهم واحد كده رتبي ينفع على التاني. سبيرمان بقى كنت بعمل ايه؟ انا عندي متغيرين اهوت عن سعر الكتاب ومعدل الاعاره، فاول حاجه طبعا هسمي واحد فيهم اكس وواحد واي على حسب مين اللي بيأثر ومين اللي بيتأثر. الإكس هو اللي بيأثر، واي اللي بيتأثر، يبقى إكس هو المتغير المستقل. مين المستقل، سعر الكتاب ولا معدل الإعارة؟ تفتكروا مين اللي بيأثر على مين؟ معدل الإعارة بس على سعر الكتاب. معدل الإعارة بيأثر على سعر الكتاب ولا العكس؟ لا ماشي، معدل الإعارة هيأثر على سعر الكتاب بتاعي، فدي عندي الإكس ودي الواي. طيب كتبت معدلات الإعارة أهيت، هبتدي أرتبها، أرتبها من الصغير للكبير أو من الكبير للصغير، المهم يبقوا الاتنين في نفس الاتجاه. فأنا هرتبها من الصغير، يبقى أول واحدة منخفض، منخفض دي أقل حاجة خالص فهديها واحد. اللي بعديها بعد المنخفض إيه؟ متوسط ومتوسط. طب يعني المتوسط المفروض تاخد ترتيب رقم 2 ودي تاخد ترتيب رقم 3، بس انا ما ينفعش طالما الاثنين نفس الحاجة، فبقول يبقى ده ترتيبه الثاني زائد الثالث على الاثنين، يبقى 2.5 هنا و2.5 هنا. تاني يا شباب، الاصل ان انا برتبهم، يعني ادي المنخفض هيبقى 1، بعد كده المتوسط ده المفروض ياخد هنا 2، والمتوسط ده المفروض ياخد 3، بس ليه اخليهم دولت 2 و3 وهما نفس الحاجة؟ فانا هقول يبقى اديهم النص اللي ما بين الاثنين والثلاثة، الاثنين ونص. عرفت ازاي؟ عملت 2 زائد 3 على الاثنين فاداني 2.5. طب يبقى انا كده خدت المركز الثاني والمركز الثالث، يبقى المرتفع هتبقى في المركز الايه؟ الرابع، والمرتفع جدا المركز الخامس. يبقى تاني انا رتبتهم، اصغر حاجة المنخفض خدت 1، المتوسط المفروض تاخد 2 و3، بس انا مش هينفع وهما نفس الحاجه ادي كل واحده ترتيب شكل، فقلت يبقى 2 زائد 3 على الاثنين ب2.5 و2.5، يبقى دي المركز الثاني والثالث. يبقى اللي جاي اللي هو المرتفع المفروض ياخد المركز الرابع، ومرتفع جدا ياخد المركز الثاني. طب تعالوا نرتب واي، اقل حاجه خالص اللي هي المنخفض خدت 1، طب ايه اقل حاجه بعد المنخفض؟ متوسط هتاخد الترتيب الثاني. طب ايه اللي بعد متوسط؟ عالي، هتاخد الترتيب الثالث. طب ايه اللي بعد كده؟ عالي جدا، عالي جدا المفروض تاخد الرابع والخامس، صح؟ ينفع اديها الرابع والخامس؟ ينفع اكتب هنا 4 واكتب هنا 5؟ لا، طالما هما نفس الحاجة يبقى هاخد اللي في النص ما بينهم، يبقى 4 زائد 5 على الاثنين ب4.5 و4.5. واضح الترتيب ولا نعمل واحدة بإيدينا كده؟ احنا هنعمل لا تاني. تمام ماشي، يبقى انا عندي جبت الرتب بتاعت اكس وجبت الرتب بتاعت واي، محتاجه اجيب حاجه اسمها الدي. ايه الدي دي؟ المفروض ده الاول طب طبعا. دكتور، سؤال، قولي يا باشا، هو احنا لو عندنا 3 مثلا متوسط هنعملهم ازاي؟ هتشوف مثلا ترتيبهم الثاني والثالث والرابع، مثلا يبقى 2 زائد 3 زائد 4 على 3 على عددهم، 2 زائد 3 تمام زائد 4 على 3. تمام المفروض بعد كده اجيب الدي وبعدين اجيب الدي سكوير. الدي ده اللي هو الفرق اللي ما بينهم، اكس ماينس واي، 1 ناقص 1 0، 2.5 ناقص 4.5 بسالب، هي طبعا دي معموله غلط، دي سالب 2 او 2، يعني مش هتفرق انت بتعمل اكس ماينس واي ولا واي ماينس اكس، المهم ان 2.5 ناقص 2 مثلا هنا يبقى نص، هنا 4 ناقص 4.5 يبقى سالب نص، هنا 5 ناقص 3 2. لازم 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 مجموع الدي ده يطلع كام تفتكروا؟ صفر. مجموع الدي لازم يطلع صفر، لان اوقات بتبقى الاكس كبيره واوقات بتبقى صغيره، يعني اوقات بتبقى روتب اكس اكبر من روتب واي فهتبقى بوزيتيف،
واوقات تبقى رتب اكس اصغر من رتب واي هتبقى بالنيجاتيف، فتلاقي البوزيتيف بيشيل النيجاتيف. يعني هنا 1 ناقص 1 صفر، 2.5 ناقص 4.5 سالب 2.5، 2.5 ناقص 2 نص، 4 ناقص 4.5 سالب نص، 5 ناقص 3 2. لما تجمعهم مجموع الدي ده يطلع بالصفر. عشان كده بحتاج اجيب الدي تربيع، هربع بقى الدي، فزيرو تربيع يبقى زيرو، هنا المفروض 2.5 تربيع يبقى كذا، وهكذا هعمل تربيع للدي وعوض بقى في الفورم دي. الفورم دي الواحد فيها ثابت، يعني 1 ناقص دي ثابت، والستة كمان ثابتة، يعني دي في القانون، 1.5 1 ناقص الستة دي في القانون. اللي بيتغير هنا مجموع الدي سكوير على حسب المسألة طبعا. والان هنا كام؟ ايه يا شباب الان هنا كام؟ حد يرد علينا بقى غير احمد؟ يا علي يا عاصم او عصام؟ المفروض 5 يا دكتور. تمام، عددهم 5، عددهم 5، 5، يبقى دي المفروض ايه؟ 5 في 5 تربيع ناقص 1، 5 تربيع يعني 25 ناقص 1 يبقى 24، يبقى بس بعوض في القانون. طب التعليق بقى بتاعي، هو ده بوستيف ولا نيجاتيف الرقم اللي طلع؟ بوستيف، يبقى ارتباط طردي ولا عكسي؟ طردي طردي. طرد طب وقوي ولا ضعيف ولا متوسط؟ اكتر من قوي نص، حاجة بسيطة، متوسط متوسط. تعالى نشوف، تعال نشوف المثال ده. لا ده دي حاجات المفروض انتوا تحلوها مش محلولين. تعالوا نشوف مثال تاني من هنا. عندي ده هنا بقى ارقام، يبقى رغم ان هو ارقام بس الدكتور طلب ان احنا نحله بسبيرمان، يعني هو في السؤال كان طالب ان احنا نحله بسبيرمان. فانا الاول هكتبها هو عدد الحقول اكس وطول الانابيب واي. المفروض طبعا اعمل ايه دلوقتي؟ ارتب اكس، اجيب رتب اكس. ايه اصغر رقم في اكس؟ ال54، فديته ترتيب الاول. بعد كده ال55 اديتها ترتيب 2، وبعدين ال56 اديتها 3، وبعدين 61 اديتها 4، 62 اديتها 5، 63 اديتها 6. يبقى انا كده رتبت الاكس. بعد كده المفروض ارتب الواي. ايه اصغر رقم في الواي؟ اللي هو 21,000 ده، اديته الترتيب 1. بعد كده 22,000 خد الترتيب التاني، بعدين 23,000 خد التالت، ده التالت وده الرابع. طب لو كانوا نفس الرقم بالظبط كنت هعمل ايه؟ هديلهم كام لو كانوا نفس الرقم؟ كنت تلاتة اقول زائد تلاتة على اتنين. بالظبط، اقول 3 زائد 4 على الاتنين، التالت والرابع، فكنت اقول 3 زائد 4 على الاتنين، فكان هيطلع 3.5 و3.5. المهم هم هنا مش زي بعض بالظبط، خد الثالث وخد الرابع، وبعدين ده خد الخامس، وبعدين ده خد المفروض السادس. ده انا برضو في مستيك، ده هنا المفروض السادس. بعدين بجيب الدي، الدي ده اللي هو ايه؟ حد فاكر ايه الدي ده؟ الفرق اللي ما بينهم، يعني 2 ناقص 1، وهنا 1 ناقص 2، 2 ناقص 1 بـ1، 1 ناقص 2 بسالب 1، 3 ناقص 3 صفر، 4 ناقص 4 صفر، 5 ناقص 5 صفر. يعني المفروض كانت 6 ناقص 6، بس احنا يعني ماشي هنمشيها كده غلط دلوقتي. 6 ناقص 7 بسالب 1، المفروض ده التوتال بتاعه يطلع صفر. شوف هو هنا مش طالع صفر عشان احنا غلطانين صح؟ لأن دي 6 المفروض، فلو فعلا دي 6 يبقى هنا صفر، فيبقى مجموع دي يطلع صفر. كده كده لازم 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 مجموع دي يطلع صفر. طب الدي سكوير الأرقام دي هربع، 1 تربيع بـ1 سالب 1 تربيع بـ1 سالب 1 تربيع بـ1، وهعوض بقى في القانون بتاعي ده، 1 ناقص 6 في مجموع دي تربيع، 1 ناقص 6 خلاص مجموع دي تربيع اللي هي الـ4 على عددهم. دول عددهم كام؟ 1 5 6 7 7. عارفين هو ما كانتش غلط، هو كانت السورج يعني الشاشة كنت أنا مكبراها كده، فما كانش الرقم الأخير ده باين، لكن ده في حد فاهم حاجة يا جماعة؟ يعني الغلطة كانت مني أنا، كنت مكبرة الشاشة قوي كده فما كانتش ده باينة، يعني ما كانتش الحالة بتاعت الستة دي باينة.
لا تمام. لكن هي المسألة مظبوطة، يعني كان في ده ترتيبه السادس واللي فوق ده هيبقى ترتيبه السابع. المهم ان انا خلاص بقى بعوض في القانون، دولت عددهم 7 و7 سكوير ناقص 1 ب 49، لا 7 سكوير ناقص 1 48 اللي هي 49 ناقص 1، وعوضت خلاص اداني الرقم ده. علق بقى عليه، هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، يبقى ارتباط طرد. طيب هل هو قوي ولا ضعيف ولا ايه؟ ايه رأيكم؟ ده قوي جدا كمان، يعني ده قوي، ده قريب قوي من الواحد. انا بس عايزه اعمل معاكم حاجه صغننه قبل ما نسيب السيرمن. لو كانوا ثلاث ارقام مثلا او ثلاث حاجات زي بعض، فتعالوا نجرب مثلا ده. عايزين نرتبهم، عايزين نرتب سين. فاقل حاجه هي المقبول، المقبول هتاخد المركز الاول والثاني والثالث والرابع، يبقى كلهم هياخدوا المركز الكامل مقبول. ايه يا شباب، حد فاهم احنا بنقول ايه؟ تاني، كأني هرتب سين هنا، فسين هنا ادي 1 2 3 4 مقبول، يبقى هقول 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 على الـ4 عشان اشوف المقبول هتاخد كام. ويبقى اللي بعد كده على طول هيبدأ من الترتيب الخامس، يبقى الجيد المفروض تاخد الخامس والسادس، فأقوم عاملة 5 زائد 6 على الـ2. مفهومة يا شباب ولا نعملها بإيدينا دي؟ يا جماعة نايمين ليه يا جماعة؟ يا فيروز هما يا دكتور انا بالنسبه لي تمام. تمام، خلاص يبقى تمام ان شاء الله. يبقى المقبول الاول والثاني والثالث والرابع، يبقى 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 على الـ4 على العدد. بعد كده الجيد هتبتدي بالمركز الخامس والسادس، فيبقى 5 زائد 6 على الـ2. بعد كده الجيد جدا هتاخد المركز السابع والثامن، فيبقى 7 زائد 8 على الـ2. مهم قوي ان انتوا تحلوا التمارين بتاعت دكتور هيثم. طيب تعالى بقى نشوف، احنا كده اتكلمنا لو المتغيرات بتاعتي رتبية استخدمت لها السبيرمن، ولو كانت ارقام بيور يعني ريشيو او انترفال فاستخدمت لها بيرسون. طب لو كانت بقى نومينال يعني اسمية ملهاش ترتيب، قال بقى في حاجتين، في حاجة اسمها معامل الالكترون، وده حالة خاصة من معامل التوافق. يعني في معامل الالكترون وفي معامل التوافق. معامل الالكتران شرط فيه ان المتغيرين اللي انا بكون بتكلم فيهم كل واحد ليه تو كاتيجوريز بس، يعني زي مثلا النوع انثى وذكر، المؤهل مثلا مستوى التعليمي ومؤهل او غير مؤهل، يعني كل واحد لازم يكون متقسم حاجتين بس. طيب تعالى نشوف مثلا مثال زي ده، هنا عامل ليه انتماء سياسي او ملوش versus المؤهل، مؤهل او غير مؤهل. طيب هو مؤهل او غير مؤهل دي ينفع ان انا ارتبها؟ اه، لكن ليه انتماء سياسي او ملوش ينفع ان انا ارتبها؟ الترتيب هنا ليه معنى؟ لا، ما اعرفش مين فيهم احسن من التاني، فبالتالي ده متغير اسمي، يبقى لازم استخدم له حاجة من معامل الالكترون او التوافق. ولان هما 2 بس، يعني كل واحدة فيهم ليها حالتين بس، فانا هستخدم اللي اسمه معامل الالكترون ده. طب بحسبه ازاي معامل الالكترون ده؟ سهل قوي، الرقم اللي هنا في الرقم اللي هنا ناقص الرقم اللي هنا في الرقم اللي هنا على الرقم اللي هنا في اللي هنا زائد اللي هنا، يعني فرق اللي فوق عن اللي تحت، ان اللي فوق بالماينس واللي تحت بوزيتيف، وبعمل مقص كده. هنشوف المثال على طول. هنا هعمل ايه؟ هعمل 50 في 18 ناقص 20 في 12، عملت مقص ده في ده ناقص ده في ده، 50 في 18 ناقص 20 في 12. طب وتحت نفس الحاجات بس ما بينها بلس. طبعا خد بال سيادتك وانت بتعملها على الكالكليتور تعملها مظبوط، يعني هنا هحط براكت وهنا احط براكت وهنا احط براكت وهنا احط براكت، يعني الايه في الدي ماينس الدي في السي. المهم طلع لي رقم اهو، الرقم دوت اعلق عليه برضه على حسب بوزيتيف ولا نيجاتيف، يبقى طردي ولا عكسي. هنا هو بوزيتيف فبقى طردي. طب وقوته قد ايه؟ هنا هو متوسط، هو هنا مديك هو الخريطة بتاعته، ان لو سالب 1 بقول عليه ارتباط عكسي تام، لو 1 بقول عليه ارتباط عكسي ارتباط طردي تام. طب ولو 0
يبقى لا يوجد علاقة. واللي في النص طبعا بقول بقى عليه على حسب هو قوي ولا متوسط زي المرة اللي فاتت. فأنا عندي هنا طلع 0.58 يبقى ارتباط تقريبا متوسط، صح الكلام؟ ثانية واحدة أوريكم تاني تاني ليه قفل. معلش ثواني بس هستخدم سيلف سكرين شوت بس قفل الوصف في ثواني بس هفتح. ادي مثال متعلم او غير متعلم مع يعمل او لا يعمل، ده 2 كاتيجوريز وده كمان 2 كاتيجوريز، يبقى ينفع ان انا استخدم معامل صح بتاعي بتاع التوافق. اعمل ايه بقى؟ اعمل 8 في 7 ناقص 6 في 3 يبقى ده ناقص ده، واللي تحت نفس الكلام بس ما بينهم اشارة بلس، يبقى 8 في 7 ناقص 6 في 3، واللي تحت نفس الكلام بس ما بينهم إشارة بلس، وابتدي أشوف الرقم اللي طلع ده اللي طلع إيه طردي، لأن هو رقم بالبوستيف واتجاهه متوسط. سهل أوي معامل التوافق، صح يا شباب؟ هاي يا شباب حد عنده مشكلة في معامل التوافق؟ ها إيه رأيكم؟ سهلة قوي، مجرد ده في ده ناقص ده في ده. طب ليه انا عملت هنا ده في ده ناقص ده في ده وهناك عملت العكس؟ هي مش فارقة، بس انا هنا عشان كانت المثال بالعربي فالبداية من هنا، هناك كان المثال بالانجليزي، عارفة هو فين بقى يعني، فابتديت من هنا بس يعني اتجاه الكتابة مش عربي وانجليزي، اتجاه الكتابة هنا. حد فاهم حاجة؟ يعني هنا العناوين لكن هناك كانت هنا العناوين، عموما مش فارقة. طيب عايزين نشوف ايه تاني. اخر حاجة بقى اللي هو معامل التوافق. معامل التوافق هو برضو بيتكلم على متغيرات اسمية بس عدد الكاتيجوريز بتاعتها كل واحدة متقسمة لأكتر من 2 زي المثال ده. نشوف المثال بتاعه هنا، ما بقوش 2 بس، يعني الانتماء متقسم 2، جمهوري وديمقراطي، لكن التعليم ده متقسم اكتر من كده. طبعا هنا العنوان مش مظبوط، يعني المفروض حاجة تانية. المهم انه في دوت 3 كاتيجوريز لكن ده 2 كاتيجوريز، ما اقدرش اقول ان الجمهوري اكتر من احسن من الديمقراطي في حاجة، فهو متغير اسمي مش رتبي، لكن التعليم متغير رتبي بس فيهم واحد اسمي، فخلاص مش هعرف ارتبه، فمش هينفع ان انا استخدم فيرمان. طيب تعالوا نشوف بقى هنستخدم ازاي معامل التوافق ده. والله القانون سهل جدا، الرقم نفسه تربيع، الرقم نفسه تربيع مقسوم على مجموع الرو بتاعه على مجموع الكولم بتاعه، مجموع الصف على مجموع العمود، يعني 10 تربيع، وعشان كده الدكتور هنا كاتبها 10 في 10 عشان هي 10 تربيع، مقسومة على التوتال بتاع الرو بتاعها كام؟ مجموع الصف بتاعها 18 في مجموع العمود 60، يبقى 10 تربيع مقسومة على 18 في 60. طب الخانة بتاعت التمانية، التمانية تربيع يبقى 8 في 8 مقسومة على 18 في 40، مجموع صفها على مجموع عمودها. طب ال 18 دي اخدها؟ لا، ده دي الخانة بتاعة المجموع، هاخد ال20، ال20 تربيع يعني 20 في 20 على ايه؟ مجموع الصف اللي هو ال34 في مجموع العمود اللي هو ال60. طيب حد يقول لنا ال14 هنعمل عندها ايه؟ يلا يا شباب حد يقول لنا ال14 نعمل فيها ايه؟
انا مش عارفه. طب نايمين ليه ولا مش حاضرين ولا ايه؟ على 34 في 40. تمام، 14 تربيع على مجموع صفها اللي هو ال 34 في ال 40. بعد كده اخد ال 30، 30 تربيع على 48 في 60، وبعدين اخد ال 18، 18 تربيع على 48 في 40. انا كده حسبت حاجه اسمها السي. المعامل بقى نفسه مش هيقف عند السي، طبعا كل رقم من دول هجمعه، بس المعامل نفسه مش هقف عند السي، هعوض ثروت سي ناقص واحد على سي، فواحد بوينت كذا ناقص واحد على واحد بوينت كذا يطلع 0.05. طيب تفتكروا ده كده الإجابة بتاعتي، تفتكروا ده كده معامل طردي ولا عكسي؟ طردي لأنه بالفاصل. هنا بقى التعليق بيفرق شوية، هو قوي ولا ضعيف بناء على حاجة اسمها الحد الأعلى. يعني كل المعاملات اللي فاتت كنت بقول إن هي أقصى حاجة ما بين النيجاتيف واحد والواحد، هنا لأ، الحد الأدنى بتاعها صفر، وبالتالي أنا أسف أنا هنا ما بقدرش أحدد الاتجاه بتاعها، بس هنا الحد الأدنى صفر، يعني مش هيطلع ده رقم عمره بالنيجاتيف، عمره ما هيطلع رقم بالنيجاتيف لأن أنا كنت عمالة أعمل تربيع صح؟ فيبقى الحد الأدنى بتاعي صفر، والحد الأعلى بتاعي يعني أكبر رقم ممكن المعامل ده يجيبه، ليه قانون. فين بقى القانون بتاعه؟ اه، ان ار ماينس واحد في ان سي ماينس واحد على ان ار في ان سي. الان ار اللي هي عدد الصفوف، والان سي اللي هي عدد الاعمده، يعني عدد الصفوف ناقص واحد فعدد الاعمده ناقص واحد على عدد الصفوف فعدد الاعمده. انا هنا عندي كام صف؟ عندي 3 صفوف يبقى 3، وكم عمود؟ 2، يبقى 3 ناقص 1 في 2 ناقص 1 على 3 في 2، ده الحد الأعلى، يعني أكبر رقم أقدر المعامل ده يجيبه الـ 0.76، يعني عمره ما هيزيد عن الـ 0.76، ده الحد الأعلى. يبقى المعامل بتاعي ده بيتراوح ما بين 0 لحد 0.76، يبقى الحد الأعلى بيختلف على حسب المسألة بتاعتي. هو الميتنج هيفصل بعد دقيقة، أنا كان فاضل لي بس مثال كمان على ده ونكون خلصنا، يعني لو ممكن تدخلوا بعد ما يفصل على نفس اللينك دقيقة، يعني ما فيش 4 دقايق وهنبقى مخلصين، يا ريت. يا إما لو تمام خلاص ما تدخلوش تاني، as you like. تعال نبص بصة كده على حلو. الصلاة إيه، والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين. أفتح لكم مثال تاني بسرعة يمكن نلحق نخلصه. هنا اهو هعمل ايه؟ هعمل كل واحدة ال 62 دي تربيع